لسه مكملين مع حضراتكم تغطيتنا لقمة القاهرة التي عقدت بالأمس في العاصمة الإدارية الجديدة، وينضم إلينا الحديث أكثر عبر الهاتف الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بك. يمكن كلنا تابعنا، العالم كله تابع بالأمس هذه القمة والكلمات الهامة لكل المشاركين في هذه القمة في الكلمة الافتتاحية أو في الجلسة الافتتاحية، وانتظر كالطبيعي وكالمعتاد البيان الختامي لهذه القمة التي عول عليها كثيرا الشارع العربي والشارع الدولي أيضا للخروج بقرارات تسهم بشكل كبير في لحلحة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ولكن لم يحدث ذلك. أسباب عدم خروج بيان ختامي لهذه القمة؟ يعني اولا خليني اوضح انه مش كل القمه بتصدر عنها قرارات، لانه في النهايه هذه القمه هي قمه تشاوريه بتجمع مجموعه من الشركاء الاقليميين والدوليين المعنيين بالقضيه الفلسطينيه. يعني هذه القمه مختلفه تماما على سبيل المثال عن القمم العربيه او عن اجتماعات مجلس الامن او غيرها من الاجتماعات اللي بتكتسب طابع رسمي لانها تتبع منظمه دوليه معينه، لكن هذه القمه كانت قمه بدعوه من مصر للتشاور والتنسيق ما بين مجموعة من الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل التباحث حول القضية الفلسطينية وما وصلنا إليه من مأزق حالي واستهداف خطير لتصفية هذه القضية. وبالتالي هذه القمة بتجمع أطراف لديهم وجهات نظر مختلفة، لديهم تباينات واضحة في وجهات النظر، وأعتقد أن الكلمات اللي ألقيت بالأمس في الجلسة الافتتاحية كانت دليل دامغ على تباين العديد من وجهات النظر. رأينا وجهات نظر عربية واضحة بتدعو إلى عدم تصفية القضية الفلسطينية، إلى عدم تهجير الشعب الفلسطيني، إلى أهمية إعلاء القانون الدولي الإنساني واحترام المواثيق الدولية بشأن التعامل مع المدنيين. في المقابل الحقيقة وجدنا مواقف أوروبية واضحة أيضا بشأن دعم إسرائيل والانحياز للرؤية الإسرائيلية والتأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وبالتالي كان التباين واضح. وأعتقد أن ده أحد أهداف أو أحد النجاحات اللي حققتها القمة، إنها كشفت بشكل واضح أمام الرأي العام العالمي أي دول تساند البعد الإنساني وتساند القانون الدولي وتقف بجانب المدنيين دون تفرقة، ومن يغلب مصالحه السياسية ومصالحه وانحيازاته السياسية على الاعتبارات الإنسانية. وأعتقد أنه من يقرأ البيان اللي أصدرته مصر بالأمس سيكتشف أن الدعوة لهذه القمة كانت محاولة من أجل إعلاء قيم الإنسانية. يمكن البيان واضح وهو بيؤكد أنه كانت محاولة لبناء توافق إنساني، توافق يعلي من القيم الإنسانية، ولكن للأسف الشديد بعض الدول تمسكت بمواقفها السياسية المنحازة ولم تذهب إلى تغليب الاعتبارات الإنسانية. أعتقد أنه عدم صدور بيان أتصور في تقدير الشخصي أنه أيضا من النجاحات اللي حققتها القمة. ليه؟ لأنه ما كانت تريده بعض القوى هو أن يتضمن هذا البيان أمور لا تقبل بها الدول العربية ولا تقبل بها مصر، وبالتالي عدم صدور بيان كان أفضل من أن يصدر عن القمة بيان لا يعبر عن الرؤية المصرية ولا يعبر عن الرؤية العربية ولا يمثل دعم واضح للقضية الفلسطينية. وبالتالي احتراما من الدولة المصرية واحتراما من الدولة الداعية لهذه القمة لكل الشركاء، كان القرار انه لا يصدر بيان ختامي ويكتفى ببيان مصر اللي عبر بشكل واضح عن معظم مشاركين او معظم المشاركين في هذه القمة. وانا اعتقد انه مصر بشكل او باخر حددت بشكل واضح التزامات للقانون الدولي الإنساني، التزامات واضحة تجاه الدول المعنية بهذا الملف، عبرت بشكل صريح وبشكل لا يقبل أي تأويل عن ثوابت واضحة للتعامل مع الملف الفلسطيني. وأعتقد أنه ده كان من النجاحات الكبيرة لهذه القمة، أن يسمع العالم الصوت المصري القوي بأنها لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين ولن تسمح بالمساس بالأمن القومي المصري. أتصور أيضا أن المواقف العربية من خلال الكلمات التي ألقيت خلال القمة دعمت الرؤية المصرية وساندت الثوابت المصرية، وأصبحت بالفعل زاوية مختلفة ورؤية مختلفة، وقدمت الرواية العربية والرواية الفلسطينية في مواجهة الانحياز الغربي السافر لإسرائيل. وأنا أعتقد أن القمة بالفعل نجحت، بل أتصور أن القمة نجحت قبل أن تبدأ.
إنه مصر تنجح في جمع كل هذه الأطراف في أيام معدودة في توقيت بالغ الحساسية والدقة، أتصور أنه كان نجاحا للدبلوماسية المصرية حتى قبل أن تلتئم القمة وأن يجتمع ويشارك فيها كل هذا العدد من الدول، سواء من الدول الغربية أو من الدول الأسيوية أو من المنطقة العربية. وأعتقد أيضا أن هناك مكاسب يجب أن ننظر إليها أيضا، يعني عندما نستمع إلى وزير خارجية البرازيل وهو يدعم الحق الفلسطيني أعتقد أن هذا مكسب، عندما نستمع إلى وزيرة الخارجية اليابانية وهي تتحدث عن أهمية تغليب البعد الإنساني واحترام الآدمية أعتقد أن هذه أيضا مكاسب. وأيضا يعني اسمح لي للمقاطعة، المكسب مهم جدا، يمكن إحنا القضية الفلسطينية شغل الرأي العام بشكل كبير جدا، العالم كله ترك كل همومه وركز أكتر مع القضية الفلسطينية، فبالتالي ما ظهر من القادة والمشاركين في هذه القمة وخاصة الأطراف التي رفضت الاعتراف بإدانة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يعني القمة ازاي استطاعت ان هي تبين الوجه الاخر او الازدواجية او الدعم الاعمى لإسرائيل بشكل كبير في التعامل مع القضية الفلسطينية والتعامل الانساني بشكل خاص؟ يعني أتصور أن القمة كانت كاشفة بشكل كبير جدا لكل المواقف، لأنها أولا كانت على الهواء مباشرة، العالم كله استمع إلى الكلمات وإلى الأحاديث التي قدمها الزعماء المشاركون في القمة، وبالتالي لم يكن هناك مجال لأي التباس أو أي محاولة للمناورة. المواقف كانت واضحة، من يقف إلى جوار الحق الفلسطيني وإلى جوار الحق الإنساني في المقام الأول للشعب الفلسطيني كان واضحا، وكانت هناك رؤية قوية عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الملك عبد الله ملك الأردن، عدد رئيس وزراء العراق، رئيس موريتانيا، كل مندوبي الدول أو كل ممثلي الدول العربية كانوا واضحين في هذه الرؤية بشكل لا يقبل اللبس. أيضا القمة كانت فرصة للصوت الفلسطيني، واستمعنا إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يتحدث بشكل حاسم، لن نرحل من أرضنا ولن نقبل بنكبة ثانية. هذه أيضا من النجاحات التي تحسب للقمة، أن الصوت الفلسطيني انطلق من القاهرة ليخاطب العالم، وهذه مسألة لا يجب أن نقلل منها، لأن هذه مسألة مهمة للغاية في هذا التوقيت، أن يسمع العالم الصوت الفلسطيني بصوت الرئيس الفلسطيني وهو يعبر عن حقية الشعب الفلسطيني في البقاء وفي الحياة على أرضه وفي الصمود من أجل بناء دولته. أيضا المواقف الكاشفة الأخرى هي مواقف الدول الغربية، لأن الحقيقة أن الدول الغربية دائما ما كانت تروج انحيازها للاعتبارات الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان والدعوة إلى الالتزام بالقوانين الدولية، وعندما جاءت هذه الأزمة كانت كاشفة لإزدواجية المعايير وأسقطت الأقنعة عن وجوه طالما تحدثت عن حقوق الإنسان، ولكنها للأسف الشديد عند الاختبار الحقيقي انحازت لمصالحها السياسية وانحازت لدعمها للقاتل ولدولة الاحتلال وليس للضحية والمجني عليه من المدنيين الفلسطينيين. أتصور أن هذه المواقف سيسجلها التاريخ ضد هؤلاء الزعماء وضد هؤلاء القادة الذين يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر، والذين لا يستمعون حتى لصوت شوارعهم. وده بالضبط كان سؤالي لحضرتك، هل الشارع الغربي وانتفاضة الشارع الغربي لصالح القضية الفلسطينية قادر على أنه يغير من وجهة نظر وميول ودعم قاداته لإسرائيل وهذا الموقف أو الدعم الأعمى لإسرائيل بشكل كبير، ولا المصالح العليا ربما ستكون أكبر من أو صوتها أعلى من صوت الشارع الدولي أو الشارع اللي انتفض في كل أنحاء العالم لصالح فلسطين؟ يعني أتصور إن كانت هذه الدول دول ديمقراطية بحق كما تدعي وتزعم وتقول، كان يجب أن تستمع لصوت الشارع، كان يجب أن تستمع لصوت المظاهرات بالآلاف في شوارع لندن وفي شوارع باريس وفي حتى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة أكبر حليف لإسرائيل وأكبر داعم لإسرائيل وولية الأمر بالنسبة لإسرائيل، دخل يهود الولايات المتحدة إلى الكونغرس واقتحموا الكونغرس من أجل المطالبة بوقف إطلاق النار ومن أجل حماية المدنيين الفلسطينيين، حتى هذا لم تستمع إليه الولايات المتحدة. للأسف الشديد نرى مشهدا مغايرا، الدول التي كانت تدعو إلى السماح بالتظاهرات في
دول خارجها الآن هي تحظر التظاهرات وتحظر التعبير عن مساندة الفلسطينيين وتحظر رفع العلم الفلسطيني في شوارعها. هذه المظاهر ما كان لها أن تحدث في دولة تدعي الديمقراطية. وبالتالي إذا كانت هذه الدول تدعي فعلا الديمقراطية وهي فعلا ديمقراطية يجب أن تستمع لصوت الشارع. على مدى الأيام الماضية استمعنا إلى أحزاب سياسية تدين مواقف هذه الحكومات في داخل الدول الغربية، استمعنا إلى مفكرين وفنانين ومثقفين يدينون المواقف الغربية التي تناصر إسرائيل، التي تقصف المدنيين بدم بارد وتقصف المستشفيات ودور العبادة ولا تهتم بأي التزامات، تكترث لأي اهتمامات أو التزامات دولية. أتصور أنه هذه الدول بالفعل تواجه ضغوطا داخلية، ولكن للأسف الشديد الانحياز السافر. ودعيني أشير هنا أيضا إلى مشكلة حقيقية، الدول الأوروبية أصبحت أداة طيعة في يد الولايات المتحدة. الدول الأوروبية التي كان يعول على بعضها في اتخاذ مواقف متوازنة في بعض الأحيان الآن لا تستطيع أن تفارق الموقف الأمريكي لسنتيمتر واحد، وبالتالي هذا ما أدى إلى هذا الانحياز السافر، هذا هذه المساندة للقتل ودعم عمليات استهداف المدنيين واستهداف الأبرياء. وأتصور أن قمة القاهرة كانت قمة كاشفة وسيسجلها التاريخ، وما قيل في داخل هذه القمة سيذكر لسنوات طويلة، من كان في صف الحق ومن كان في صف القاتل ومرتكب الجرائم ضد الإنسانية. في صف الإنسانية، نعم. يمكن عايز أعرف يعني سؤال الأخير لحضرتك، يعني مصر الدولة اللي اهتمت جدا بانعقاد قمة على هذا المستوى لمناقشة هذه القضية ووضع حلول لها، أو ربما زي ما حضرتك ذكرت كشف وتوضيح الواقع على الأراضي بشكل حقيقي، ده يعكس دور مصر قد إيه في القضية الفلسطينية وتمحور القضية أو تمحور اهتمامات مصر بالقضية الفلسطينية، مش بس حاليا طبعا احنا بنتكلم ده دور تاريخي لمصر، ولكن انعقاد هذه القمة واهتمام مصر بانعقاد هذه القمة وأنها تاخد على عاتقها عقد مثل هذه القمة، كيف يعكس دور مصر وضلوع دور مصر في حل القضية الفلسطينية؟ يعني أولا هذه القمة ليست سوى جزء بسيط من طلبات مصر وجهود مصر من أجل دعم الشعب الفلسطيني ودعم الحق الفلسطيني ومحاولة إعادة التهدئة والاستقرار للمنطقة. يجب أن ندرك أن مصر منذ اللحظة الأولى وقبل ذلك بكثير تحركت من أجل عدم الوصول إلى هذا الموقف الذي نشاهده اليوم. مصر عندما حذرت مرارا وتكرارا واستضافت الكثير من المسؤولين الأمريكيين والغربيين والاتصالات المكثفة التي أجريت مع كل الأطراف المعنية، كانت تحذر من هذا السيناريو وكانت تحذر من دفع المنطقة إلى حافة الهاوية. الآن عندما حدث ما حذرت منه مصر أيضا لم تكف اتصالاتها ولم تتوقف لحظة واحدة منذ بداية الأزمة، ومصر تواصل الليل بالنهار من أجل الوصول إلى تهدئة، من أجل إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني، اتخذت كل ما يجب أن يتخذ واتصلت بكل الأطراف التي يمكن أن تفيد في هذه الأزمة. وأعتقد أن لا أحد في العالم كله يتحمل هم القضية الفلسطينية بقدر مصر. مصر التي حاربت من أجل القضية الفلسطينية واختارت السلام وكان جزءا من اختيارها هو القضية الفلسطينية. مصر الدولة التي دخلت آلياتها ومعداتها وأبنائها إلى قطاع غزة لإعمار القطاع في أكبر منحة تقدم لقطاع غزة 500 مليون دولار لدعم قطاع غزة وإعادة الإعمار. وبالتالي الآن مصر تخوض معارك كبيرة من أجل استدامة دخول المساعدات إلى قطاع غزة. حتى حجم المساعدات اللي بتقدمها مصر في هذه الأزمة أيضا هي الأكبر في مقارنة بالضبط، يعني حتى حجم المساعدات. ويجب أن نضع في الاعتبار أننا في ظل أزمة اقتصادية عالمية، في ظل أزمة طاحنة للجميع، ومع ذلك مصر وحدها مصر الكبيرة يا فندم، يعني صح مصر دايما الكبيرة ودايما الأعلى في كل التعاملات الإنسانية تحديدا بشكل بالضبط. بالضبط، بشكرك شكرا جزيلا للدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار، شكرا جزيلا لحضرتك.